اللي بدأت أول بطولة عام 97 بالتحديد بعد ما فاز 30-29 على درامن النرويجي، لما فاز على بروك النمساوي تاسكوال، التاريخ الكبير جدا للأندية لكرة اليد والتي تقام في مصر في العصر. يلعب الكرة ومار ماجنسون قطع الكرة كويس قوي، هوجو ديسكا الجناح الشمال للديوك يفوت ويشوت ويحرز اول الاهداف. مانويل جيسلي كريستيانسون يلعب لأومار ماجنسون، يلعب الكرة في الجناح ورودريجو ثانية تمرير عايز يعدي ياخد رمية حرة على فاول مهاجم على مانويل، يرجع بالكرة عايز يعدي يسيب الكرة كويس قوي لريميلي، ريميلي ريميلي باكد يلعب الكرة من السباب برا تروح لريميلي على الدايرة فابريكاس يزيد المباراة حماس. هدف البطولة من 7 تصويبات بفعالية 71%، كان الكرة يديله إتاحة فرصة مرة تانية ويحتصر هدف البطولة من 25 تصويبة بنسبة فعالية 76% برا ترع. يرجع مرة تانية عايز يعدي أومار ماجنسون، هانسن ماتس تروح لماجبر اللي عايز يعمل هجوم خاطف بيجري لكن تروح في الجناح ويحرز الهدف السويدي، احرز 20 هدف في البطوله من 25 تصويبه. يلعب الكره لريميلي تروح الكره في الجناح ويحرز فيليا بو على البيلاروسي 29 سنه احرز في البطوله 9 اهداف من 15 تصويبه بفعاليه 60%. يرجع مره ثانيه في الجناح ايزاك ويحرز ساندريتش، ساندريتش يا ولد على التمريره حلوه 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 حلوه، يلعب الكره ديسكا بره هوجو ديسكا اليد تمرير اومار ماجنسون يلعب الكره على الدائره يستلم الكره يتصدى رودريجو كارلس يتصدى اوه يرد على طول لوكا ساندريتش اللي بدا المشوار مع كره تمرير خط خلفي يلعب الكرة على الدايرة وتيجي في القائم المرة دي. الجمهور بيقول العب يا يحيى، طبعا طبعا التعاطف مع درع الوايت هورس. ريميلي عايز يعدي يلعب الكرة ساندريتش يا ولد على التمريرة حلوة الجملة التكتيكية صانع العاب عايز يعدي جيسي كريستيانسون يلعب الكرة ماتيوس ماتشي الخبرة الألمانية ماتيوس ماتشي 32 سنة ترجع له مرة تانية ساندريتش 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 الوايت هورس الرمية الجزائية ديسكا على المتخصص الرميات الجزائية يهوش أول مرة ويحرز في تاني مرة هو الفيس بريم بالنسبة لنا مهم يلعب للدرع لريميلي ريميلي ريميلي يلعب الكرة لفابريجاس على الدرع لكن تتقطع وتروح هجوم خاطف لماكبوك ماتش ماتش رودريجو رودريجو ساندريتش الدرع يلعب الكرة كريستيانسون شارة تحذير باللعب السلبي باتريك قافل المساحات لودي فابريجاس رودريجو لكن يقف قدامه يجهز له ساندريتش 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 هرنانديز فاول مهاجم التقدم لباس بريم بعد 14 دقيقة 40 ثانية عايز يلعب الكرة رودريجو في حتة ثانية كريستيانسون لقصة مهمة جدا في أبطال أوروبا كريستيانسون ياخد رمية جزائية ياخد رمية رمية جزائية أومار ماجنسون يهوش مرة واثنين ويحرز الهدف أومار ماجنسون على أيسلندي 27 سنة مرة ثانية في اول مهاجم في اول الكرات سمين الروسي تتنقل الكره في اليمين ويحرز او في ايقاف دقيقتين ايساك بيريسون يحرز الهدف وفي ايقاف دقيقتين هنشوف لمين الالعاب يلعب الكره لوكاس ساندلا عايز يعدي يرجع مره ثانيه لوكاس يغير هوجو ديسكا عايز يشوت الكره يشوت الكره خويه الروسي ويحرز الهدف ماكسيجي كوسارتوف عايز يعدي يلعب الكرة لماتيوس موتشي
انفراد ويحرز الهدف. ماتوس موتشي الالماني خط خلفي المرمى خالي لباسبرين، يلعب الكرة لساندال اللي عايز يعدي، يلعب الكرة لديسكا هرنانديز. سيرخي هرنانديز السبب الرئيسي ان بياخد الدوري الاوروبي هذا الحارس لما حصل على بطولة الدوري الاوروبي. تروح في الجناح الشمال ويرد بقوة. انفرادات بالتحديد ولكن بشكل عام 32% نسبة التصيديات الفعلية. ساندال فاول مهاجم، فاول مهاجم الالماني على حساب باسبريم المجري. نتمنى لباسبريم بكل وضوح. يلعب الكورة، ياخذ الكرة من الباك للباك، يحرز الهدف. 10 8 يلعب الكرة قوية لكن يدافع عليه بقوة وتروح مرة ثانية في تصويب عايز يعدي مانويلا. يلعب الكرة تبقى رامي ليه؟ لا الحاجات دي يدي قبضتين هو بينزله من الأول. يلعب الكرة فابريجاس، يمرر الكرة ريميلي يجود الكرة بره. ترجع مرة ثانية لعلم يستلم الكرة من على الدايرة ويتصدى له رودريجو كوليس. رودريجو عارفين ليجرين أول أهداف وكرة من ألعاب الهواء شبرا من الباك للباك. إيديه مستنياك نجيم رميلي. تمرير خط خلفي عايز يعدي، يلعب الكرة ويدخل لها الطريق لواحد خارج. ديسكا الدرع يا ولد على التمرير الفعل يا بو يا راجل. يتصدى له سيرخي هرنانديز الحارس الاسباني. تسعة عالبين ليجري جرين يلعب الكرة رودريجو في الانفراد كان في المعاد امام مانويلا السويسري. مرة ثانية تمرير الدرع ساندريتش يعدي كويس قوي لوكاس باسكوال لهذا الموسم ليلعب مع باسبريم. مرة ثانية عايز يعدي يتصدى مرة ثانية ساندريتش يلعب الكرة باك ديوك افضل باك في الاولمبي 12 11. مرة ثانية عايز يعدي ياخد رامي في ايقاف معقد دقيقتين لمين اعجد بطولة عالمية بكل معنيها. ماتوس موتشي رودريجو اهو قدام حضراتكم لم تمر. يرجع بالكرة تحتيه الصربي ريميلي يلعب الكرة بيكبيليتش يلعب الكرة فاليابو جملة تكتيكية من الخطوط الأمامية. 12 12 التعادل. يلعب الكرة مرة ثانية على الدايرة ويحرز الهدف. يستلم الكرة ماجنوس سكسرو بعد الدنماركي 28 سنة لعب دوليا ألمانيا الدنمارك. الدرع ريميلي مرة ثانية ساندريتش لوكا ساندريتش الكرواتي. هنتابع هنشوف الخبرة الإسبانية الكبيرة عالبين عالبين قوية قوي سنة يحرز الهدف. عايز يلعب الكرة على الدائرة لكن تروح سرعة. ماتيوس موتشي رودريجو كوليس على الدائرة بابيليتش هايلة هايلة. بص 30 ثانية حصل فنين مش قادرين بيخسروا شوط وبيعملوا لا النهارده بيقول فرقة البطولة احرز 3 من 3 ومارك سيرجي كوستر توب احرز هدف من 3 تصويبات. اما ماكبورج في الشوط الاول ايزاك بيريسون احرز 3 ماجنوس ساكستروب هدف من 4 تصويبات بفعالية قلت لحضراتكم 54% ل 57% باسبريم. مرة ثانية ريميلي تصويبا من السبات يحرز التعادل في اول التصويبات في الشوط الثاني الخاصة بحارس المرمى. مرة ثانية كريستيانسون ياخذ رمية حرة جيستي كريستيانسون ما بين باسبريم وماكبر عايز يعدي ويتصدى رودريجو لكن عمر ماجنسون يانسن عمر ماجنسون ويحرز الهدف على شمال مايك يانسن يسحب له الملعب تغيير المراكز ريميلي بقى صانع الالعاب ساندريتش
هيشوط الكره قويه لكن يتصدى الحكم. طبعا هو لاعب عالي قوي، لاعب عالي قوي، يدافع ويهاجم، دي ميزه مهمه جدا في عدم تغييره من الخط امام الخط. خايف على الدايره، على الدايره للدنمارك، هايله هايله. يستلم الكره ماجنوس اكسروب ويحرز الهدف من على الدايره، يحرز الهدف. ادي الكره للسماء لوفيجو فابريجاس، لعبه حلوه قوي من على الدايره سريعه، يلعب الكره عايز يعدي، يعدي كويس قوي، يعدي كويس قوي. لو جت الكره عايز يعدي الدرع ريميلي ساندريتش. فكر تفكيرين، يلعب لفيليا بو ولا هو ومار ماجنسون عايز يعدي، يلعب الكره بره بره، قفل الدفاع تماما في ديسك، يلعب الكره مره ثانيه ريميلي، ريميلي باك ديوك يشوط والكره تعدي الخطوط. ناتيما ريميلي يلعب الكره قويه قوي، 29 سنه على التمرين على الدايره. ماجنوس تروح كراس، يلعب الكره يا ولد يا ولد يا ولد، ساندريتش ساندريتش، التوقيع لوكا ساندريتش. يلعب الكره للودفيج فابريجاس، لكن لو جت الكره في العاده من بدايه الموجه او سرعه عمل ايه؟ كان هيلعب 17 17 التعادل على منتدى مره اخرى البيسبريم، ولكن يتقدم من الدرع. يلعب الكره لريميلي، قطع له كويس قوي فابريجاس يا ولد يا ولد، لودفيج فابريجاس ساحر على الدايره، مش معقول، بياخد بوزيشن رائع رائع اثناء 7 ثواني بشكل عام الى الان. مرة ثانية تمرير ماجنوس، فاول جو كوراليس، يلعب الكرة مرة عند ريميلي، يعني الكرة حلوة موجة كاملة لباس ريم، تنتهي في الجناح اليمين لميكيا فاليا بو، عايز يعدي يلعب يا ولد. بدأ بقى خطورته تبان، ميكيتا فاليا بو يحرز الهدف، فاليا بو البيلاروسي 9 عايز يعدي، يرجع بالكوره، رودريجو خط خلفي، فابريجاس يطلع من عند الدايره، كاسادو الدرع الوايت هورس، يلعب الكوره ريميلي اللي ياخد رميه جزائيه، دفاع من داخل الستة من السويسري 30 سنه هو ديسكاي هاوش ديسكا ويحرز ديسكا ويتقدم لباس بريم. 32 كوره الدرع، يلعب الكوره لريميلي، يرجع مره ثانيه عايز يعدي، يلعب الكوره قويه نتيم ريميلي، يرجع الدفاع لباس بريم، قافلين الدفاع قافلين المساحات، هيشوط الكره قويه من بره، افيليجري جرين يشوط الكره بره 22 باب. يرجع مره ثانيه ريميلي، ريميلي لكن يتصدى لودفيج فابريجاس. الاثنين اللي بيدافعوا في مركز ثلاثه الاثنين هم الدواير في الفرقه بالمناسبه. يلعب الكوره في الجناح ويحرز الهدف، فتح لنفسه كويس قوي من الجناح الشمال ويرتقي ويلعب الكوره. مدرب الحراس ده من راس العظام اللي جم تمرير من السبات من 10 متر تقريبا، عايز يعدي على البن، يعدي كويس قوي ويحرز لاجري جرين السويدي 32 سنه، احرز 8 اهداف في البطوله، مؤثر جدا، ما لعبوش على مستوى الهجوم وفادوا قبل كده كتير جدا. كريستيان سوليفان يلعب على الدايره يا ولد يا ولد على التمريره يا ولد، وفيك فابريجاس فعلا افضل دايره في الاولمبياد قبل الماضيه وافضل دايره في الستار تيم فابطال اوروبا، لعب كرة يلعب الكره عايز يعدي لكن ياخد رميه جزائيه، رميه جزائيه العالم للانديه. اومار ماجنسون هو اللي هيشوط الكره ويحرز اومار ماجنسون بعد ما انضم لماجبورغ من 3 سنوات. تمرير خط خلفي عايز يعدي، يلعب الكره حلوه قوي، بص الحكم عمل ايه، ادى رميه جزائيه بعد ما خد ديسكا، يهوش مره الثانيه، يتصدى الحارس، يتصدى الحارس نيكولا. تمرير مره ثانيه
يلعب الكرة حلوة قوي، يلعب الكرة عايز يعدي، يلعب الكرة حلوة لكن يتصدى نيكولا صانع العاب. سوليفان يلعب الكرة ماجنسون، تروح في الجناح لوكاس يقلص الفارق الهدف، يقلص الفارق الهدف. طبعا لازم باسكوا درع كسدو الدرع. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الخطورة. هذا اللاعب اللي قدام حضراتكم ديمجارز يعدي يلعب الكرة، أول كراته في التصويب. لسه بقول لحضراتكم لاعب رائع ميتشيلا ديمجارد 4%. تمرير أوجستين مارسيلو كاسادو مرة تانية ريميلي ناتيما ريميلي عايز يعدي وتصويبة رودريجو رودريجو يتصدى للكرة ماكبورد فرق هدفين عايز يعدي يلعب الكرة ريميلي لكن يتصدى لنيكو بروتنر يلعب الكرة هجوم خاطف في اليمين ويحرز الهدف ليجري جرين البين ليجري جرين واقف في نص الدايرة بالظبط وبعدين هيرجع مرة تانية على الجناح عشان نبتدي السرعة في الضغطة الهجومية ديسك يهوش ويحرز هجوم مرة تانية تمرير خط خلفي يلعب له حلوة 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 رودريجو يا أو مدرب الحراس لباس برين يهوش ويتصدى أول مرة هارد لك رودريجو كرة تكون أفضل من دوري يوغوسلافيا مرة تانية تمرير يلعب الكرة يا ولد على التمريرة لكن ما يديش ركاس يلعب الكرة مرة تانية جيستيسون أومار ماجنيسون يلعب الكرة في الجناح ويشوت الكرة برا يشوت الكرة برا ساندريتش 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 الكرواتي مهارة عالية كوره غالية لوكا ساندريتش أومار ماجنيسون عايز يلعب الكرة يعدي كويس قوي ويحرز الهدف ثغرة كده لا قدامه يحرز الهدف يانيسون جيزلي كريستيانسون او ايسلندي من احداث اللقاء والشوط الثاني ادي اول تمريره ادي ثاني تمريره تعمل خطوره بس يغير مقاييس كتير جدا هذا الحارس مره ثانيه عايز يعدي يلعب الكره لوكاس لوكاس لوكاو يزيد المباراه حماس لوكاس يتعادل 28 28 لم ناتيما ريميلي مره ثانيه ساندريتش بجاز للريميلي هتصد تتنقل الكرة 70% ل 50% لفيسبرين أول خمس دقايق يطلع الأول من على الدايرة ريميلي يروح على الباك اليمين ساندريتش صانع العاب سيب الكرة عند الوايت هورس اللي عايز يعمل خطورة هدف لفيسبرين القلب الشجاع الوايت هورس التقدم لفيسبرين يمر يشوط يحرز الهدف البان ليجري جرين تمرير التعادل 29 29 نتمتها لفيسبرين يلعب الكرة ميزبا الكرة مرة ثانية ايساك لكن يرجع حلوة 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 ريميلي الدرع يحيى الدرع عايز يعدي يلعب الكرة حلوة فاليا بو جملة تكتيكية من الخطوط الخلفية بعد هدف دولي هذا اللاعب مرة ثانية يلعب الكرة عالبين ليجري جرين ويحرز عايز يعدي يلعب الكرة ريميلي عايز يدي تحت فرصة الحكم يجري لكن عدى حلوة قوي عدى حلوة قوي لوكاس قلت لحضراتكم لاعب جناح رائع ميري ويحرز حصل للوبيك فابيجاس جيسي كريستيانسون عارفين يلعب الكرة ميز باص تروح بيغير في وقت اثناء الهجوم يقدر يعدي ويعمل لزوم فعلا يعمل لزوم ويحرز الغلط لا 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 مش معقول ويشوت الكوره
في اخر ثانيه جدا. كل كره ليها ثمن طبعا دلوقتي 100% في العاصمه الاداريه في هذا الزمن. المباراه النهائيه على ارض المحروسه. مرة تانية من الجناح رودريجو كوراليس يعتصر. الإضافي كانت مع بلاكبيرد. مرة تانية عايز يعدي ساندريتش لكن يقفوا فاول المهاجم طبعا. دخل دخول بقوة. لو جت الكرة في العادة دخول بقوة تروح الكره في الجناح في الجناح في الجناح. لا لا كفاءة عالية وكور غالية. ريميلي 2012 خرج إعارة عدة مرات لكن بيرجع مرة ثانية لبيسلي. هيشوط الكوا غيرت اتجاهها من تصويب التعدم. فابريجاس 33 32 ساندريتش عايز يعدي ريميلي يلعب الكورة تروح ساندريتش ساندريتش ساندريتش. مرة ثانية يلعب الكورة ياخد رام. مباراة فردية هو رودريجو كرة لسه مباراة فردية مباراة فردية. الكرة الثانية يلعب الكرة ساندريتش ساندريتش لا يزي يعمل حلول بره بره. اوسكار بينج ده هيعدي هياخد باتريك اعتقد ايقاف دقيقتين. ايه خلاص مش عارف عايز يعدي يعمل معاه ينتهي. والدفاع لباس ريم يدي ذنب التصويب ولكن باس ريم بطل العالم للأندية. ترع ناتيم ريميلي بكل روح رياضية طبعا عارف المحروسة ويعرف يحيى حاجة جميلة جدا. مبروك يحيى الدرع باس ريم الميدالية الذهبية في أرض السلام. باسكوال الفرحة آخر جمال باسكوال.